استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمجلس سموه بقصر الوادي، بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. استقبل رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال وجميع الداعمين والمساهمين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لهذا الحدث، والذي شهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في نوفمبر 2018. وقد هنأ سموه الجميع بما تحقق من نجاح كبير في أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي أكد للعالم ما تتمتع به البحرين من قدرات وكفاءة عالية في تنظيم مختلف البطولات الرياضية القارية والدولية، مشيدا سموه بما قدمه الجميع من جهود متميزة لإقامة هذا التجمع الرياضي الدولي على أرض مملكة البحرين. وعرب سموه عن الاعتزاز بمساهمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات لدعم إقامة أسبوع بريف الدولي للقتال 2018، حيث كان لذلك الدعم الأثر الواضح في ظهور هذا الملتقى الرياضي العالمي بصورة مميزة أسهمت في التأكيد على قدرة مملكة البحرين على إنجاح الأحداث الرياضية المختلفة. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين على أعتاب استضافة وتنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال خلال شهر نوفمبر من هذا العام، والذي يعد تحديا جديدا يتطلب تكاتف الجميع من أجل أن نؤكد للعالم أن البحرين ستظل دائما قادرة على احتضان الفعاليات الرياضية وإخراجها في أبهى حلة، والذي يبرز مدى التطور الذي وصلت إليه في المجال الرياضي، موجها سموه في الوقت ذاته شكره وتقديره لجميع الداعمين والمساهمين. بعدها كرم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة والجهات الحكومية والرعاة والمساهمين في دعم أسبوع بريف الدولي للقتال 2018. وفي ختام الاستقبال تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هدية تذكارية من السيد عبد العزيز خالد الخياط رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.